مشاهدينا أهلا بحضراتكم دائما مع دقات ساعة جامعة القاهرة اللي بنتشرف دائما من خلال شاشة القناة الثانية التلفزيون المصري، دائما بتكون معاكم مع هذه الدقات، وبنغادر حضراتكم أيضا مع دقات 11 من كل يوم على شاشة القناة الثانية. هذه الجامعة العريقة اللي كل يوم بتثبت بالفعل هي منارة للعلوم المتطورة، منارة للجديد، دائما منارة للجمهورية الجديدة. كل سنة وحضراتكم طيبين. أعياد كثيرة جدا، امبارح يوم القيامة، وطبعا اخواننا المسيحيين كل سنة وهم طيبين ان شاء الله في امان واستقرار دائم يا رب العالمين. شم النسيم اللي بيأتينا النهاردة مع ذكرى غالية علينا الحقيقة في ذلك الايام المباركة، ليالي القدر، شهر رمضان، ولكن تأتي هذه الذكرى وهي ذكرى 40 لعودة سيناء وتحرير سيناء العظيمة، والتي بالفعل هي درة التاج المصرية، هذه البقعة والتي تجلت عليها الذات الإلهية، غالية جدا هذه البقعة، وبالتالي هذه الذكرى، ذكرى 40 لاسترداد آخر شبر لسيناء في 25 من إبريل عام 1982، ولكن طاب إن شاء الله أيضا تم استردادها بفضلك يا رب العالمين في عام 1989، وبالتالي استردينا آخر شبر مع رحيل آخر جندي وضابط إسرائيلي، وبالتالي كمان ذهبنا لهذا، وهو استرداد أيضا طاب في عام 1989 مع معاهدة كام ديفيد. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويأتي هذا الشهر وهذه ليلة من ليالي القدر، أوصيكم بكثرة الذكر والصلاة على النبي، وأيضا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. تعالوا النهاردة نبدأ حلقتنا، النهاردة هتكون معانا الحقيقة نخبة من ضيوفنا الأعزاء، وأكيد لازم إحنا دايما بنتذكر مع بعض سيناء وتحرير سيناء، وبيأتي اللواء حمدي بخيت الحقيقة الخبير الاستراتيجي دايما بينورنا من خلال هذه الذكريات ومن خلال ذكرى 40، ماذا عن هذا الأمر، ماذا عن هذه الذكريات، ماذا عن هذه الشعور باسترداد العزة والكرامة مرة أخرى، ونحن الآن نرى سيناء بيوم جديدة في كل شيء من خلال التنمية والعملية التنموية من قبل الاستراتيجية الخاصة بسيادة رئيس الافتتاح السيسي 2030. النهاردة كمان معانا برضو أحد الفنانين، لك مش عايزة أقول فنانين مصريين فقط، ولكن معانا فنان مصري عالمي بالفعل أخذ وحصل على جوائز عديدة جدا في عزف الجيتار، أستاذ بأحد الجامعات الكبيرة، وأيضا أستاذ بدار الأوبرا في عزف الجيتار، إن شاء الله أيضا يعني بينورنا من خلال حلقتنا النهاردة. وبتأتي معانا كمان التلفزيون المصري، وبتأتي معانا نموذج ونجمة من نجوم ماسبيرو، إن شاء الله هتكون معانا النهاردة، ولكن حاجة متخصصة جدا في حلي الدراما التلفزيونية، ماذا عن ذكرياتها في أعمال الدراما التلفزيونية، ذلك المبنى الصرح العظيم الذي حمل الكثير من النجوم والنخب. وبالتالي إن شاء الله هتكون معانا دكتور ناهد الكرمودي، هتشرفنا أيضا من خلال هذا اللقاء. نبدأ هذا اللقاء وأكيد معنا في هذه الليلة وفي هذه الأمسية دكتور عماد حمدي، وهو كما ذكرت لحضراتكم أستاذ، وهو أيضا نابغة في عزف الجيتار، ليس بشهادة مصر ولكن بشهادة العالم. طبعا دكتور عماد برحب بحضرتك معنا، وأعتقد يعني هو يوم جديد علينا، لأن كل هذه الأعياد في يوم واحد. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة ومصر كلها بخير إن شاء الله. متشكر جدا على التقديم الرائع ده وعلى استضافتي في البرنامج القيم، وطبعا الجامعة العريقة جامعة القاهرة. طبعا احنا يسعدنا وجود حضرتك معانا، واحنا الحقيقة دايما بنتكلم عن دار الأوبرا، صرح أيضا من الصروح من جامعة القاهرة، معقل للعلم والتعليم والتنوير، وأيضا دار الأوبرا للفن، وهو نقول يعني القوة الناعمة التي تحرك المشاعر سواء دينيا وطنيا معنويا كل شيء. ماذا عن دور الفن، كيف ترى دكتور عماد الحقيقة في هذه الأيام ونحن نحيا جمهورية جديدة؟ والله أنا دايما أقول يعني الفن الحقيقي اللي هو الريل آرت، دايما في مقولة أنا معتز بها أو بقولها، علموا الفنون اللي هي الفنون الحقيقية، يعني الفنون اللي تخضع للعلم، علموا الفنون وأغلقوا السجون. دي مقولة يعني معروفة قوي بتتقال في العالم كله، لأن مش ممكن أبدا لو خدنا إنسان لسه في مستهل حياته وعلمناه الموسيقى الرقية اللي تخضع للعلم انه يعمل جريمة او يعمل حاجة غلط، لان هي بتهذب النفس.
نعم. الموسيقى الراقية دي بتهذب النفس، يعني بنلاقي قلما زي ما هيك قلت كده أي حد بيتجه لنوع من أنواع الانحراف سواء في الجريمة أو حتى أخلاقيا أو يبقى يعني لديه هذه المهارة، هذه الموهبة أو هذه اللمسة الفنية أينما وجدت. بتأتي دار الأوبرا الحقيقة، كيف تراها الآن دار الأوبرا، هذا الصرح الحقيقة الذي يخرج الكثير منه من النوابغ واللمسات الفنية التي تضفي على الحياة طعم آخر؟ طبعا بالتأكيد يعني الأوبرا هي الحصن بتاع الموسيقى اللي تخضع للعلم، زي ما احنا بنقول ان هي ملهاش مكان تاني في اي حتة. الأوبرا هي اللي بتقدم العلوم الموسيقية من خلال التعليم، تعليم الناس ازاي نعلمهم قراءة الموسيقى والعزف على الآلات الموسيقية بشكل أكاديمي. طبعا غير العروض اللي بنقدمها هناك، يعني كلها عروض جادة بتؤثر بالشكل إيجابي في المجتمع وفي الناس، لأن زي ما دايما بقول برضو الموسيقى العلمية اللي تخضع للعلم هي بتهذب النفس وبتخلي البني آدم في حالة سلام نفسي وبيتعامل مع نفسه ومع الغير بشكل راقي. فالأوبرا ليها هذا الدور، فطبعا ده مجهود ودور كبير بنشكر عليه طبعا كل القائمين على العمل في الأوبرا، من أول طبعا الدكتورة إيناس وزير الثقافة، مرورا بالدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا، وكل العاملين في الأوبرا اللي هم مسؤولين عن هذا الموضوع. أعتقد برضو بنتحدث عن يعني دور الفن، هيك كيف يعني تراحك قلت أنه بيهذب النفس، وبالتالي كمان أخبار هذا الفن كيف أثر في فترة وهذه ونحن نصنع معا، عايز أقول برضو هذا أو هذه الجمهورية الجديدة، إزاي قدرت تأثر على الوعي، درجة الوعي الإنسان بأهمية الفن في حياتنا، وقد إيه كمان بتخليه عنده أمل في القادم؟ طيب بالتأكيد برضو في مقولة مؤكدة ودي في العالم كله مش بس هنا، إذا أردت أن تتعرف على ثقافة شعب فاستمع إلى موسيقى حقيقي. شوفي إزاي الشعب الألماني موسيقى من أول بيتهوفن وإحنا طالعين، فثقافة الشعب بتخضع للموسيقى اللي بيسمعها. تمام. وبالتأكيد الموسيقى ليها تأثير زي ما قلنا في سلوك البني آدم مش بس أكيد. ثقافته احنا محتاجين قوي ان يعني الأوبرا يبقى لها دور اكبر من كده، توصل للناس، يعني مش بس انا دايما اقول مش بس نقعد نستنى الجمهور بتاع الأوبرا اللي بيجي لنا. أيوة. لا انا عايز كمان الأوبرا توصل للناس، وطبعا ده اتعمل يعني المشروع ده اتعمل، بس الواحد الحقيقة يعني سعيد بتكالب الحقيقة وبنلاقي البروجرام كومبلي تقريبا كل أيوة. مرة في كل التفاصيل، لكن اكيد السادة المشاهدين هنا يعني عندهم شغف بقى يسمعوا نغماتك، يلا بينا يسمعوا عزفك اللي لاقى استحسان الكثير وجائزة تأتي من اليابان وجوائز كثيرة سواء من ألمانيا أو حتى كمان إنجلترا، وبتأتي كمان هذه شهادات هنتكلم عليها بعد ما نستمع إلى عزف طبعا دكتور عماد حمدي. أكيد طبعا سادة المشاهدين، وإحنا بنستمع دائما إلى من يعزف في دار الأوبرا ومن كمان يعني يعمل في هذا الصرح، لابد أن يكون يعني بدرجة مميزة في الأداء في العزف في معرفة أو ثقافة الموسيقى وثقافة الفن، كيف يقدم، ما تأثير هذا الفن، وبالتالي بيصبح هذا النجمة أو هذا النموذج بالفعل نموذج قدوة للشباب. أين الفنان الآن من هذه القدوة؟ وبنرى الآن دكتور عماد يعني بيستعد، أكيد عنده مقطوعات موسيقية، ولكن لازم نبقى متأكدين أن أي حد بيقف على هذا المسرح، مسرح دار الأوبرا بكل مسارحه المختلفة، ولكن تأتي هذه الموهبة. فضل بحي حضرتك جدا طبعا، ولكن طبعا عندنا أسئلة كتيرة خاصة بعزف الجيتار، وأحسن حاجة بجد لأنه فعلا ممكن أشوف أي عازف وممكن يعني ممكن يخرج بعض النغمات اللي ممكن تكون صحيحة وغير صحيحة، ولكن السؤال ما يميز العازف عازف الجيتار بالتحديد اللي هو بيتميز عن غيره، بتحس فعلا أنه مختلف؟ طيب تمام، خلينا نتكلم الأول على العازف بشكل عام، عازف أي آلة. هو كل الناس عندها موهبة، مفيش حد ما عندوش موهبة، ربنا بيخلق كل بني آدم وعنده موهبة ما في حاجة معينة. اللي بيصادف أن الموهبة بتاعته في الموسيقى هو ما يعرفش، بيعرفها منين؟ من الدراسة. لازم يدرس الأول
الدراسة بتسقل الموهبة. الدراسة بقى ولا الموهبة؟ أنا عايز أقول أول ما يكتشف سواء الأب أو الأم أو المدرسة أو المدرس، وده شيء مهم قوي، إزاي أقدر أحط إيدي على فعلا الطالب المميز يكون عنده هذه الموهبة. بالظبط، بيبقى عنده الاستعداد فطري، بأقل مدة تمرين تلاقي إيده سيطرت على الآلة. مزبوط. بيبقى موهوب طبعا، عنده إحساس بالنص اللي بيتعمل، بيأديه بشكل رائع حتى لو مش دارس على فكرة. في ناس بالفطرة أو بالسماع، ما هي الموهبة موجودة. موجودة عند الناس كلها. في اللي بيبقى بيعتمد على موهبته فقط. بس بيبقى الموضوع يعني زي ما بنقول كده لوكال، محلي. هتبص تلاقي إنتاجه بس الناس اللي حواليه هي اللي تسمعه. ايه اللي بيخلينا نسمع خوليو جلاسيوس مثلا؟ بالظبط، راجل مختلف من اسبانيا، العالم كله بيسمعه. هي العلم دايما، لما نقرن العلم باي حاجه بتبقى الحاجه دي ليها قيمه جميله جدا. طيب نيجي بقى لعزف الجيتار. عزف لانه الجيتار بيبقى سنسيتيف قوي، وهو بيمسك الايه محافظ عليها، النغمات ازاي بيقدر يعمل لها كوبينج مع الباك جراوند او البلاي باك او كده. تمام، أكلم في الساعة. لا خلاص هي كده ربع. أوكي. الجيتار آلة ليها خصوصية شوية، يعني هتشوفي حضرتك المؤلفين الكبار طبعا أساتذتنا، الأستاذ الفنان عمر خيرت، الأستاذ راجح داود، يعني وغيرهم كتير، الأستاذ ياسر عبد الرحمن، هتلاقيهم يعني بيكتبوا لكل الآلات. لكن الجيتار مفيش، لأنه ليه خصوصية شوية. يعني ايه بقى السبيشاليتي اللي فيها او السبيشاليزنج اللي فيها؟ اللي بيكتب الجيتار لازم يكون دارسه وبيعزفه، لازم، مش مجرد دراسه نظريه، لازم يكون بيعزفه. بنتذكر الفنان عمر خورشيد، فبالتالي هو ده اللي صحصح الناس، قال لهم يا جماعه لا ده اله جميله وراقيه وبتطلع نغمات، وازاي ممكن تتوظف ايام طبعا سيده الغناء العربي ام كلثوم، ازاي يقف هذا الشاب بهذه النغمات الغربيه وتوضع في مثل هيك. صحيح طبعا، احنا بصي مصر كلها حبت الجيتار او عرفته عن طريق عمر. انا عرفت الجيتار عن طريق عمر، حبيته عن طريق عمر. لكن الدنيا بقى اتغيرت، يعني عمر خورشيد كان بيعزف الكتريك جيتار، طبعا عازف عظيم، ما حدش بيتكلم في كفاءته ولا موهبته. ده عازف مش هتكرر تاني على فكره. لكن انا بتكلم بس في الجزء العلمي. يعني هو كان بيعزف الكتريك جيتار، بيعزف عليه اغاني زي ما انا عملت دلوقتي، لكن العلم موضوع تاني. يعني ان احنا نعزف الجيتار مع الاوركسترا السيمفوني مثلا، ده موجود في العالم كله، ليه ما بقاش موجود في مصر؟ صح، يعني انا شايفه ان الثقافه او الجديد دايما ندور عليه، ودايما نرتقي باي شيء احنا تعلمناه، والثقافه لما بتتسع بتفرق كتير معانا. بالتاكيد. هنخرج لفاصل وهنكمل النغمات الحلوه دي مع دكتور عماد حمدي، وهتنضم لينا دكتور ناهد الكرمودي ان شاء الله، واللي هي المتخصصه في حوليه الدراما التلفزيونيه. تعالوا نشوف اخبار ذكرياتها الجميله وهذا الصرح الجميل ماسبيرو واستوديوهات ماسبيرو وذكرياتها الحلوه في رمضان، هنلتقي بيها بعد الفاصل. يأتي ربيع الحقيقة بكل لمساته، بكل إضافاته، بكل البهجة، بكل الأمل، وبالتالي هذا يوم جديد بيضاف لحياة الإنسان حتى يضيف إليه لحظة من لحظات الأمل، وبالتالي بنعيش هذه الليلة ولا ننساها أبدا، أيضا ليلة من ليالي القدر، وبالتالي كمان ليلة لن ننساه هي ذكرى الأربعين لتحرير سيناء. كل سنة وحضراتكم طيبين، وبالتالي تأتي هذه الليلة بكل نجومها كما ذكرنا، وكان في استضافتنا دكتور عماد حمدي، وما زال معنا كمان نجمة من نجوم ماسبيرو الأعزاء الأجلاء، الحقيقة ليهم بصمة في حياتنا وبصمة أيضا في الدراما التلفزيونية. جميع القنوات الدرامية الحقيقة كان ليها الحظ في أنها تعمل معها أو ليها. دكتور ناهد الكرمودي طبعا برحب بيكي، كل سنة أهلا وسهلا بيكم، مبهورة جدا وعندي انبهار فظيع بالجمال اللي أنا شايفاه. ايه رأي جامعة القاهرة كلوكيشن؟ وحاسة احساس كده يعني بالعراقة جامعة القاهرة. طبعا جامعة القاهرة، العلم والعلماء، البحث العلمي، كل شيء فيها علمي ومتميز، وليها يعني نخلي المايك كده، ليها رهبة. أيوة. عارفة ليها رهبة على أيوة حقيقي، على مستوى مش مصر بس، العالم العربي كله. ليها مكانة وليها مكان طبعا. واحنا بنستمع وحضرتك دخل علينا كان في دقات هذه الساعه، وقد ايه واحنا صغيرين كنا بنسمعها، ولما كبرنا ودخلنا الجامعه برضو بنسمعها، قد ايه القلب بيتحرك مع هذا الصرح الذي يحمل الكثير من المسؤوليه، تخريج دفعات واجيال من الشباب، شباب المستقبل. طبعا شباب المستقبل وجامعه القاهره. مصر على فكره مليئه بكل ما هو جميل، شبابنا حلو قوي، متميز قوي، عنده فكر،
جامعة القاهرة هي مكان للبحث العلمي المتميز الراقي النموذجي. حقيقة مهم يبقى تحية الحقيقة لكل من يعمل في هذا الصرح الكبير الحقيقة على رأسهم دكتور محمد عثمان الخشت وكل من يعمل في هذا المكان. وبالتالي دكتور ناهد الحقيقة كان مع دكتور عماد كنا بنتكلم قد إيه أثر الثقافة الغنائية والثقافة الموسيقية قد إيه مهمة قوي في حياتنا كنوع من أنواع القوة الناعمة بالفعل التي تؤثر ويكون لها بصمة. وتأتي دكتور ناهد الحقيقة وهي معانا في هذا الصرح الجميل طبعا مسبيرو الذي حمل الكثير من الذكريات وما زالت هذه الذكريات موجودة حتى على قناة مسبيرو زمان مع كل ما قدمتموه الحقيقة. ذكرياتك أولا في هذا المكان عشان ندخل بقى على التفاصيل في تخصص حضرتك لأن ذكرياتنا كتيرة قوي. عارفة مسبيرو ذكرياتنا معاه جميلة قوي. مكان اسمه مسبيرو يعني العراقة يعني زي ما حضرتك قلت القوة الناعمة. تأثير القوة الناعمة السريع على المجتمع المصري. القوة الناعمة هي سهلة قوي إنها تشكل وجدان المجتمع وجدان شعب بحاله في وقت قليل جدا. تأثير الأغنية والعمل الدرامي والعمل السينمائي مسرح كل دوت سهل جدا إنه يبقى من خلال القوة الناعمة بمنتهى البساطة وبمنتهى السرعة. مسبيرو كلنا عارفينه في قلبنا ودايما من خلال العمل الدرامي الحقيقة برضو بتأتي الأعمال الدرامية التاريخية والوطنية والاجتماعية وبتأتي أيضا دور لما بيقال دكتور ناهد الكرمودي خبيرة وفي تصميم الحلية حلية الدراما. ماذا عن هذا التخصص؟ والله أنا كان عندي حظ إن أنا اشتغلت مع العمالقة وتتلمست على ايد العمالقة. انا اول ما دخلت مسبيرو كل من في مسبيرو انا بشوف انه مبدع. مسبيرو شوفي حضرتك المذيعات شوفي امارات ازاي شوفي صوتهم حلو ازاي شوفي ثقافتهم حضرتك اللي جميلة والله. لا ما كانوش بيختاروهم بسهولة. انا مش انا بقصد بيختاروهم انا بعيش الاختبارات مع زملائي في مسبيرو. اختبارات اختبار يليه اختبار يليه اختبار اختبارات شكل وصوت وثقافة كأنه بيختبروا في مسابقة ملكة جمال. بيلبس ازاي وبيتكلم ازاي كلهم. عمرك ما تلاقي في مسبيرو مذيع او مذيعة مش على قد المسؤولية ولا على قدر الجمال. كلهم مسبيرو شكلنا كلنا علمنا ازاي نبقى في الصدارة وازاي يبقى عندنا مسؤولية. وبالتالي الصدارة برضو يعني مش هننسى دكتور عماد وهنرجع لحضرتك تاني لأن دكتور عماد برضو ليه رأي في هذا الأمر لأن الإعلام قد إيه مهم وقد إيه هذه اللمسات من خلال مسلسلاتنا. والله لحد النهاردة إحنا فعلا ما زلنا في هذه الذكريات الرائعة المسلسلات التاريخية. إزاي الحلي وإزاي إحنا كنا بنشوف إزاي الفص بيوضع بطريقة معينة مع الملك إزاي مع 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 وفي نفس الوقت كمان بنلاقي هذه اللمسات والله بتأثر حتى في أطفالنا بيقعدوا ينبهروا بهذه التفاصيل. يعني رأيك في دور الإعلام عشان نرجع تاني دكتور ناهد بس بعد ما هنسمع برضو مقطوعة موسيقية رأي حضرتك. تمام. هو زي ما دايما بقول برضو يعني it's another talent. دي موهبة برضو يعني موهبة كبيرة. الدكتورة يعني ربنا وهبها very big talent يعني مش طبعا دي مش حاجة بسيطة يعني وبعدين بتأثر برضو في وجدان الناس. يعني ما الرؤية زي السمع على فكرة. زي ما بسمع حاجة حلوة بتأثر فيها بشوف حاجة حلوة بتأثر فيها. الإعلام دوره رهيب جدا في التلفزيون في كل البيوت يعني ده كأنه يعني حد ضيف عايش معانا باستمرار. فقد ايه هو مؤثر ولما بنقدم الاعمال الجادة والفنون الراقية هي بتأثر بشكل إيجابي في الناس. هم الحقيقة كان ما زال عندهم إخلاص في هذا الأمر في كل كدر طبعاً من طبعاً. الكوادر عايزين نسمع من حضرتك حاجة كده شرقية وهنعود لدكتور ناهد عشان تقول لنا أخبار الجديد في هذا التصميم وفي هذه الخبرة. يلا هل ممكن بس تخليها حاجة صغيرة عشان نلحق دكتور ناهد؟ حاضر. تمام؟ أوكي. فضل. قبل دكتور عماد ما يجي يجهز تمام قولي لي حضرتك يعني شايفة قد إيه الأداء الدرامي أو الأعمال الدرامية قد إيه بتبقى برضو مهمة من حيث الشكل من حيث زي ما قلت كده الكادر بيتحسب إزاي. عارفة حضرتك كل مشهد لازم نكون كلنا واقفين. أي. نقول لا إحنا كنا بنعمل الإمام الغزالي وكنت أدخل على الفنانة ميرنا وليد. أي. مرات الإمام الغزالي كان محمد رياض وميرنا وليد. أي. فكنت أدخل أقول طب الروج هنشيل الروج عشان الحلي كانت وقتها بتفتح الباب هتفتحه بإيه. طب هي هتدخل هي في الصالة ولا في ال... ف...
فكل حاجة بنحسبها كل حاجة. تذكري حضرتك لما كان بيجينا الورق المسلسلات نقعد ندرسه وكل كلمة لازم تبقى مظبوطة لأن التلفزيون بيدخل البيت. ازاي ممكن المشاهد يحس بقيمة هذه اللمسة؟ لازم يصدق حضرتك هو معاش العصر ده لكن احنا درسناه فبالتالي انا بقدم له النموذج اللي في العصر ده، بقدم له تاريخه، بتقربي ازاي؟ صح طبعا انا بقرا، انا عندي طبعا خلفيه دراسيه، الخلفيه العلميه بتاعتي انا اول ماجستير في الشرق الاوسط عن الحليه والمجوهرات في الدراما المصوره للشاشه فانا عندي خلفيه علميه ولازم اقرا الورق، لازم اقرا الورق ولازم يبقى لي رؤيه مع المخرج مع الفنانين مع كل مشهد، احط اقتراحاتي احط في مراجعات يا فندم من قبل ناس متخصصه كانت برضو احنا رحنا متاحف مش في مصر بس، بنبحث في كل مكان من خلال المتاحف من خلال الانترنت من خلال الموروثات من خلال المخطوطات. اعتقد ان العمليه مش سهله، يعني احنا فاكرين ان لما بيتحط اي لمسه جماليه او زي خاص او اي اضافات سواء اي خيوط اي مجوهرات، لا كل حاجه مدروسه ومحبوكه، عشان كده احنا عندنا هذه الثقه وهذه المصداقيه لكل ما قدم من الاعمال التاريخيه والوطنيه. الحقيقه دكتور عماد حمدي مجهز لنا حاجه، نستاذنك يا دكتور ناهد ونعود لحضرتك مره تانية. اتفضل يا دكتور عماد. طبعا احنا بنحييك يا دكتور عماد، اشكرك جدا. وهي كانت الحقيقه يعني هو قال لي يعني بعض النغمات علشان تبرز هذا اليوم الخفيف اللطيف، وحاب انه يدي باقه كده خفيفه الحقيقه من نغمات سواء لاغنيه عمرو دياب او حتى كمان لراغب علام، بشكرك الحقيقه. يعني برضو بنتكلم دكتور ناهد دايما لما بنتكلم عن الحلي بنفتكر الفنان الرائع اللي احنا كنا ايام يعني الجامعه كده، شادي عبد السلام. طبعا طبعا لا يمكن ننهي هذا اللقاء الا بالحديث وبذكره لان هو اصل واساس هذه العلامه. طبعا شادي عبد السلام من علامات مصر المميزه قوي ومن علامات الدراما السينمائيه. شوفي افلامه اللي كان عاملها قد ايه كانت جميله وقد ايه رائع. هو كان استاذي دكتور حسن السيد الله يرحمه، كان اللي هو رائد فن الحليه والمجوهرات، كان الفنان شادي عبد السلام من تلامذته، وكان هو منبهر جدا بنجاحه وكان سعيد قوي وكان بيرجع له في الحلي وفي أفلامه اللي هو عملها. فكان دكتور حسن بيحلم ان الحلي يبقى أساسي في كل الدراما، مسرح وسينما وتلفزيون، وحاول. أنا كنتش موجودة، كنتش لسه دخلت الكلية، فبالتالي أول ما اشتغلت معاه قال لي إنك لازم تخترق مجال الدراما ولازم لازم تضيف للدراما، والدراما التلفزيونية مهمة. لون برضه هو مميز وفي نفس الوقت صعب أمام هذا العلم وهذا الحس من قبل يعني شادي عبد السلام، لأنه فعلا أثر في الجميع ومن خلال الأفلام المميزة طبعاً. لتركت بصمة قوية، فأكيد كنت حضرتك أمام تحدي برضه قوي. أبدا، أنا يعني عارفة النجاح حلو قوي. هو كان دكتور حسن عملت أكتر من 3 أعمال في البداية، هو ساعدني فيهم يعني ساندني يراجع الحقيقة. ألف ليلة وليلة كان منهم، أنا عملت 1000 ليلة وليلة 7 مرات، السيرة الهلالية عملت يعني معاك نجم من النجوم ان شاء الله بجد والله. انا بجد مبهور، انا اللي مبهور بقى يا دكتوره بجد. لا 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 ما شاء الله عليك، انت نجم محتاج وقت بس، لكن انت نجم بكره هتبقى من علامات. ادي جايزه جديده، ادي جايزه جديده. احنا عارفينه في بداياته ومتابعين اعماله، كل حد مبدع في مصر لازم ياخد حقه. فانت هتبقى كويس قوي. انت سعيده ان انا الحقيقه مع لا انت مميز، شرف ليا الحقيقه ان انا موجوده برده معاكم النهارده وفريق الاعداد الجميل اللي اتاح لي الفرصه ان انا مع يعني نجمين، يعني نجم من دار الاوبرا ونجم من نجوم الفن وايضا نجوم الفن الراقي ايضا معانا دكتور احنا سعداء قوي دكتور عماد حمدي. احنا سعداء قوي بوجودنا بين مبدعين ماسبيرو بجمالهم ورقيهم ومهنيتهم. اكيد يا حبيبتي كل سنه وانتم طيبين، شرفتوني طيب. واسعدتوني كل سنه. سعداء بوجودنا في برنامج من ماسبيرو. مصر جميله هتفضل طبعاً. جميله بحضراتكم جميله بهذه الكوادر طبعاً. الحقيقيه اللي داخل هذا طبعا برنامج من ماسبيرو، انتاج ماسبيرو. يعني مصر جميله مميز، وانا سجلت فيه اكتر من مره. أكيد. وكل مره بحس ان انا
أضفت لرصيدي شيء جديد وجميل. إضافة كمان لينا يا بمبدعين متميزين جدا. مرسي لكم. ممكن أتكلم حاجة صغيرة بس بس كنت بعلن بمناسبة دار الأوبرا المصرية عن حفلتنا أنا والعملاق الدكتور حسن شرارة يوم 8 مايو في دار الأوبرا المصرية المسرح الصغير. البروجرام نازل الحقيقة كمان على الـ على الـ على الإنترنت الحقيقة وعلى الفيسبوك الحقيقة نازل. وده أهم حاجة حلوة قوي قوي إن إحنا نروح ونتذوق ونحيي هؤلاء النجوم. بشكركم مرسي جدا. مشاهدينا كان معايا دكتور نادر الكرمودي أكيد خبير وفي ومصممة في الحلية الدراما التلفزيونية وبالتالي الدراما بصفة عامة. وأيضا كان معنا دكتور عماد حمدي وهو أيضا دكتور في الأوبرا وعازف الجيتار. إحنا طبعا هو عالمي فعلا لأنه عالمي بكل الشهادات وكل ما قيل عنه. فأنا كنت سعيدة بهذا اللقاء وإن شاء الله نلتقي بحضراتكم بعد الفاصل مع سيادة اللواء حمدي بخيت ونشوف تحرير سيناء وهذه الذكرى رقم 40. هذا الخبير الذي يمتعنا كل عام بهذه الذكريات نبقى إن شاء الله معاه ولكن بعد هذا الخير يا سينا. ومساء الخير يا سينا. بالفعل جيت لنا مرة أخرى ولكن هذه الذكرى تبقى الحقيقة عمقا حقيقيا في نفوس المصريين. وتأتي هذه الذكرى ذكرى الأربعين بالفعل 40 عام. وكما ذكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذا العمر أبدا يأتي تقديرا لا ينقضي بالتقادم أبدا يا رب العالمين مع مرور الوقت حتى كمان وتعاقب الأجيال. دعونا نستعيد هذه الذكريات مع المحلل الاستراتيجي ودائما معنا يمتعنا بهذه الذكريات سيادة اللواء حمدي بخيت. كل سنة وحضرتك بخير يا فندم. كل سنة وحضرتك طيبة ومصر كلها بخير وقواتنا المسلحة بخير وكل الوطن العربي بخير لأن احنا في هذه اللحظات استعدنا كتير لأمتنا العربية. فالنهاردة يوم طيب يوم جميل ذكرى طيبة نضعها في الوجدان والحسبان حاجة جميلة. يعني كيف نستعيد يمكن هذه الكلمات من قبل سيادة الرئيس لها عمق ماذا عن هذه السنوات وتأتي هذه الكلمات من قبل سيادته وهو بيهني الشعب المصري بهذا النصر. بالفعل أن هذا الأمر وهذه المدة يعني لا تنقضي بالتقادم أبدا يا فندم. هو لا تنقضي بالتقادم لما عانيناه لاستعادة الأرض وتأكيد هذه اللحظة. يعني هذه اللحظة كانت فارقة أن تستعيد مصر ترابها الوطني في هذا اليوم منذ 40 عاما. هذه الذكرى لا تنتهي بالتقادم. ليه؟ لأن لها مقدمات طويلة بدأت من حرب الاستنزاف بعد 67 وتوجت بالعمليات الحربية في 73 ثم العمل الدبلوماسي العسكري بفصل القوات ثم العمل الدبلوماسي السياسي باستعادة آخر كيلو مربع من سيناء في طابة. وبالتالي كل الجهود التي بذلت وكل الدماء التي أريقت وكل شيء تم تقديمه من شعب مصر وجيش مصر لكي تحدث هذه اللحظة لا يمكن أن ينتهي بالتقادم. يعني لازم هو الغرض من هذه الكلمة أن تبقى ذاكرة الأمة منتعشة دائما. يبقى في تعاقب للأجيال الحقيقة حينما نعيشها بهذه الذكريات. وتأتي أيضا هذه الفكرة وهذه الكلمات في استرداتنا مرة أخرى لآخر شبر في عام 1982 يوم 25 إبريل معاهدة كامب ديفيد. ويعني تكتمل هذه الفرحة عام 1989 ونحن نسترد أيضا طابة. ماذا عن هذه الذكريات وماذا عن أهمية هذه المعاهدة التي بالفعل نعتبرها معجزة معجزة المفاوضات الدبلوماسية الحقيقية؟ أنا عايز أتكلم عن المناخ العام أو الشكل العام أو التصور العام لما يمكن أن يتخيله أي مواطن حالة توقيع اتفاق سلام نتيجة حرب انتصر فيها الجيش المصري. وبالتالي الجانب الآخر لم يكن ليوقع هذه الاتفاقية إلا وقد أخذ دروس ثقيلة جدا في هذه الحرب. ده نمرة واحد. نمرة اتنين أن الإرادة الوطنية المصرية كانت صلبة وما زالت في هذا الاتجاه اتجاه الحفاظ على الأرض لأن الأرض بالنسبة لنا عرض. يعني الحاجة التالتة أن لو إحنا بصينا
لكل ما تم من إجراءات، سواء الحرب ومحادثات الكيلو 101 لفصل القوات رقم 1 و2 و3، نجد أن هناك مفاوض يتحرك من مكان قوة. هذه القوة هي ما تم في 73. الحاجة الأهم من هذا كله أن كل من شارك في سواء في العمليات الحربية أو في العمل السياسي والدبلوماسي هو نسيج من الشعب المصري كله بكل أطيافه، حتى بعض من أحزاب المعارضة في هذا الوقت وبعض من حزب الأغلبية وكل ألوان الطيف المصري، مسيحيين مسلمين. كنا شفنا هذا الكلام في أكتوبر، إن إحنا كلنا كمصريين كنا بنحارب مع لحمة بعض، لحمة واحدة، وبالتالي قيمة الوفاق الوطني تجلت في كل هذا. عشان كده يجب أن تبقى الذاكرة الوطنية منتعشة، لأنها لم تحقق هذا إلا في ظل إرادة ووفاق وطني. انتعاش بالفعل ليس فقط بالكلام، الانتعاش ليس فقط أيضا بالذكريات، ولكن الانتعاش على عملية التنموية والتي تسعى إليها الاستراتيجية من قبل القيادة السياسية 2030، وبتأتي من خلال هذه الاستراتيجية رؤية جديدة لهذه الانتعاش من خلال العملية التنموية لسيناء. كيف ترى؟ النظرة الأساسية لسيناء أنها طالما كانت متصحرة فهي مطمع. نعم. فكانت مطمع عبر الحروب السابقة 48 56 67. بعد 73 كان الدرس المهم جدا هو تنمية سيناء. لا يمكن أن تبدأ التنمية إلا في مناطق مؤمنة. يعني لا يمكن أنا أبدأ عملية تنمية إلا لما يكون كل أسباب التنمية متوفرة، سواء ماديا أو معنويا أو مناخيا. فتأمين سيناء حتى إلى آخر العمليات التي تمت لدحض الإرهاب من سيناء كلها بتشير وبتؤكد أن إعداد سيناء للتنمية تم على قدم وساق وعلى التوازي. كذلك فكرة التنمية، فكرة التنمية مبنية على التوطين وليست مبنية على مجرد مشروعات. نوع جديد يا فندم، ونوع حديث، حياة كاملة كله وحياة تحدي. مستمرة، تجذب وجاذبة أيضا لكل المصريين أن يعيشوا في هذه الرقعة. هذه الرقعة من أرض ما تحمل معالم كتيرة جدا. تحمل معالم دينية، تحمل معالم سياحية، تحمل معالم اقتصادية، تحمل معالم زراعية وتصنيع، تحمل كل معالم الولاء والانتماء بذكرياتها الكبيرة التي رويت بدماء المصريين. وبالتالي التنمية في سيناء مكسب كبير جدا للحاضر وللمستقبل. نتحدث عن الحاضر والمستقبل، وأيضا تبقى الذكريات اللي بتخلي شبابنا. كيف نراها؟ حضرتك ذكرت كلمة عجبتني قوي، يعني عشان كده قلت لازم أرجع لها، دروس وعبر. دروس وعبر بتأتي بينا إلى نظرة بالإرادة والتحدي. ماذا عن أهم هذه الدروس اللي احنا خرجنا بيها ومنها نقدر نعلمها لأولادنا حتى يعني تستمر هذه الروح؟ من أهم الدروس المستفادة من هذه المرحلة اللي عدت دي لغاية ما احنا بنبني سينا، الدرس مهم جدا أن الإرادة السياسية يجب أن تكون متوافقة مع الإرادة الشعبية. إذا كان الشعب يريد شيء فالإرادة السياسية يجب أن تتلاحم معه، ودي اللحظة اللي ممكن يتحقق فيها أي شيء إذا اتحدت الإرادتين. ده الحاجة التانية، أن الوفاق الوطني في الدولة، أن كل أبناء الدولة يكونوا على قلب رجل واحد، بتعطي مناخ جيد للتغلب على الصعاب ومواجهة الأزمات والانطلاق إلى التنمية. نمرة ثلاثة، أن السياسة الناجحة هي التي يتوفر لديها رؤية واضحة. الرؤية الواضحة بتقود إلى تخطيط واقعي، وبالتالي بتقود إلى سياسات للتنفيذ قادرة على إنجاز المهام بسهولة. الحاجة الدرس الأهم أيضا، أن يجب أن نسعى إلى تحقيق النجاح بما هو متاح. يعني أنا ما أقولش أنا لا أدواتي محدودة، لا أنا ما عنديش غير كده، لا ابتكر، جدد، اسعى، اعمل. وده اللي حصل في 73، ان كانت امكانياتنا
محدودة جدا، ولا أي خبير عالمي كان هناك إرادة كانت تفوق، لكن الإرادة والرؤية والقدرة على استخدام الأدوات لأعلى عائد هي دي اللي غيرت الدنيا. تمام، يعني لا يمكن حاجة تكون موجود معانا هنا وإحنا بنتحدث عن دور ليس يعني اعتبرها فقط قوة ناعمة، ولكن الدراما كيف تؤرخ هذا الأمر وإحنا نرى الآن الاختيار 1 2 3، وكيف نقف أمام الإرهاب بكل هذه الصور، وكيف ترى هذه الـ أو هذا اللون من القوى الناعمة مؤثرة وأيضا مؤرخة؟ والله أنا يعني الاختيار أنا يعني ما أقدرش أتكلم عنه، يعني لأنه هو عمل يعني لقى شعبية كبيرة لكن أنا عايز أتكلم على القوى الناعمة. أيوة. منذ بدء ثورة 52. تمام. الإعلام والفن هما اللي ساعدوا منظومة الثورة. نعم. إنها تتواجد بهذا الشكل وتعمل مشروعات كبيرة جدا وتستعيد الكرامة الوطنية المصرية وتبني دولة لها معالم. نعم. الحاجة الثانية أن القوى الناعمة هي التي دفعت المصريين للتصدي لكل أنواع العدوان منذ 56 و67 وأثناء حرب الاستنزاف وفي حرب 73. القوى الناعمة هي التي دعمت الأمة في أحلك الظروف. العمل الفني، إحنا لو عايزين نستدعي ذاكرة الأمة نرجع إلى الأعمال الفنية التي كانت عبر هذا التاريخ، وتدخل وحنشوف الأغنية بتقول إيه. نعم. وحنشوف الفيلم بيقول إيه. وحنشوف المسلسل بيقول إيه. دي الأعمال اللي دعمت العمل الوطني كقوة ناعمة. حضرتك شايف دلوقتي واحنا يعني بنستقبل زي ما بنقول السلام، وهي مدينة السلام وهي سيناء الآن، يعني والتنمية، كيف ترى دور فكرة استعادة الوعي؟ ونرى ان 2022 يا فندم وهي انطلاقة لاستعادة الوعي، ماذا يقصد باستعادة الوعي؟ والله انا عايز اقول لك ان تحديد تاريخ لاستعادة الوعي يعني بنعطيه يعني عايز اقول يعني. لا، الشعب المصري كان واعيا في مناسبات كثيره حقيقي. يعني كان واعيا في 73 لدرجه ان حديكي حاله واحده عن الوعي. لم تسجل اقسام الشرطه اي مخالفه او جنايه خلال فتره اكتوبر فعلا. الوعي لدى المصريين يا فندم، والله معلومه كبير. جميله فعلا. المصريات قدموا كل شيء قدموا اولادهم، قدموا حليهم بفطرتهم، قدموا كل شيء، اشتغلوا في العمل العام. اللي عايز اقوله ان الوعي لا يتشكل بين يوم وليله. صح. الوعي بيتشكل عبر تاريخ، عبر وقت، عبر منابر معينة. البيت منبر لتشكيل الوعي، البيت الأسرة الصالحة. أيوة. مش الأسرة المفركشة. لا طبعا. البيت والمدرسة، المدرسة الصالحة اللي فيها المدرس الصالح والتلميذ المنضبط. حقيقي. والأدوات، الجامعة اللي كانت بتشكل أكبر منتدى سياسي منذ الثلاثينات، وكانت بتشكل رأي مهم جدا لتشكيل الوعي في مصر. ثم منظمات المجتمع المدني الوطنية. حقيقي. مش اللي ايد بره وايد جوه. حقيقي. الوطنية هي اللي بتبني الوعي وبتوعي الشباب وتعلمهم وتأهلهم. الجامعة ومنظمات المجتمع والأحزاب. الأحزاب لها دور في تأهيل الشباب لتولي المناصب والعمل القيادي والتوعوي وحب الوطن وترسيخ المفاهيم. آخر حاجة في منظومة الوعي هو الإعلام. الإعلام، وده الأهم، هو الذي يرسم الوعي، هو الذي يخاطب الوجدان، هو الذي يتماشى مع الإنسان المصري منذ مولده حتى مشيبه. الإعلام هو الآلة الساحرة التي تخلق وتجسد وتدفع الوعي إلى الاتجاه الصحيح. دروس وعبر كثيرة يا سيادة اللواء يعني حمدي بخيت الحياة، ونحن يعني بنستعيد أيضا ونتذكر معا هذه الذكرى. عايز أقول رقم 40، دروس وعبر 7 8، لدينا دروس كثيرة تحمل أيضا الكثير من الإرادة والتحدي أمام ما يواجهنا من إرهاب. كيف ترى هذه الدروس المستفادة؟ وتملي، أنا كنت بقول في جميع اللقاءات الإعلامية أن أكتوبر ملهم. وملهم في أن احنا نسترجع منه كيف كنا وكيف أصبحنا. أكتوبر مرحلة تحول
في تاريخ الدولة المصرية. أكتوبر كان فيه إلهام كثير على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة وعلى مستوى الدولة نفسها. أكتوبر جسد الإرادة، أكتوبر جسد الوعي، أكتوبر جسد الأخلاق والتدين الوسطي المحترم. مش عايزين ننسى أن كل الشعب المصري كان يأتي عليه رمضان والدعوات تنطلق إلى عنان السماء. ولا ننسى رحمه الله الشيخ سيد النقشبندي والألحان التي كانت تصاحبه من الفنان القدير بليغ حمدي لكي يوصل للناس شحنات دينية رائعة. أيضا الكلمات كانت الحس الوطني، ارتباط الإنسان بوطنه والتضحية. الإنسان المصري وأنا قلت الكلام ده كتير، كان مجند الجندي المصري كان مجند 12 سنة من حرب اليمن لغاية 64، من 62 ل 74. مين اللي يستحمل ده وخاض خمس حروب خاضهم؟ مين ده اللي يستحمل ده؟ الإرادة والعمل الوطني والوفاق الوطني والوعي الوطني هما الذين يخلقوا صلابة الدولة، ده الدرع الصلب بتاع الدولة، وده أهم الدروس المستفادة اللي احنا أخدناها من 73. لو حضرتك دلوقتي يعني واقف كده في قاعة محاضرات وأمامك شباب في نهاية حلقتنا النهاردة، تحب تقول لهم إيه وإحنا في هذه الذكرى، ليس ذكرى أكتوبر ولكن استعادتنا لآخر شبر، لخروج آخر يعني نقول جندي إسرائيلي، استردادنا أيضا لآخر شبر من طابة؟ والله اللي يقال لشباب اليوم إنكم أنتم ذخيرة اليوم ووقود المستقبل، والدولة تعول عليكم في كل شيء، فأرجو أن تتنبهوا لهذه القيمة المضافة لكم، إنكم تكونوا عنوان مهم جدا للدولة، لأن يا إما يلتصق بيكم مجد أمة يا إما يلتصق بيكم حاجات مش كويسة، فبالتالي عليكم أن تقرأوا التاريخ كويسا يعني جيدا، تقروا الجغرافيا بتاعت بلدكم جيدا، اعرفوا ان مفيش بلد اخرى ممكن تسعكم. اذا كنا احنا سعنا دول كتير وشعوب كتير، لكن مفيش حد يقدر يسعنا احنا كمصريين. وبالتالي انا اؤكد لشباب مصر ان مسؤوليتكم كبيرة، وعليكم ان تكونوا على قدر هذه المسؤولية. ده حقيقة، على قدر هذه المسؤولية وعلى قدر هذه التضحيات من قبل شهدائنا ومن خلال القوات المسلحة وكل من يعمل يعني الحفاظ على أمن وأمان هذه البلاد. وبالتالي تحية لكل شهيد، تحية لكل ضابط وجندي على أرض هذه البلاد. مع دقات هذه الساعة بدأنا هذا اللقاء وهذه الليلة، وننهي أيضا مع دقات هذه الساعات أيضا هذه الليلة، ومع أكيد المحلل السياسي دائما بيمتعنا بهذه الذكريات وهذه الدروس وهذه العبر وهذه التحليلات الدقيقة جدا، وهذه أيضا نقول يعني وصايا من قبل سادة رواء حمدي بخيت. بشكر حضرتك كل سنة. شكرك جدا، كل سنة وانتم طيبين جميعا، وشعب مصر بخير وقواته المسلحة بخير، وحضرتك بخير يا فندم. ننهي هذا اللقاء، وليلة كانت جميلة بوجود حضراتكم، دايما مصر جميلة من خلال هذا البرنامج، جميلة بحضراتكم، جميلة بشعبها، جميلة بكل من يعمل لصالح هذه البلاد. بشكركم، نلتقي إن شاء الله غدا مع أسرة جديدة وليلة جديدة على شاشة القناة الثانية التلفزيون المصري. لكم تحياتي.